في سنة الظهر لو صلت ركعتين بعد الصلاة، هل هذا يجزئ أم لا بد أن تصلي قبلها ركعتين؟ راتبة الظهر قبلية وبعدية، فإذا لم تصلي القبلية كسلت عنها فإنها إن صلت لا تترك البعدية، لأن هذا خير فاتها بعضه وتدرك بعضها. وإن كانت قد شغلت عن القبلية بما أشغلها عن الراتبة فلتقضيها ولو بعد صلاة الظهر، لورود قضاء الراتبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر لما فاتت، وفي راتبة الظهر على وجه الخصوص لما صلها بعد صلاة العصر لاشتغاله بوفد جاء صلوات الله وسلامه عليه.